في أبيات كان كتبها الإمام الحداد فكرني كده بمعنى بتاع المخلصين، عباد الله المخلصين. ومرة لقيت نفسي كده من غير ما بفكر يعني حطيت لها اللحن ده، الحالة دي كان نفسي أسمعها لك. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا السر أدعو يساري وعساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي، فتداركني بلطف منك يا مولى المواني، يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري.